الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء جمهورية اليونان بالعالمين الجديدة. رئيس الوزراء يتابع موقف انتقال الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية. الجيش الثالث الميداني ينظم عدداً من الزيارات التوعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعالمين الجديدة كرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء جمهورية اليونان. المزيد في التقرير التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعالمين الجديدة السيد كرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء جمهورية اليونان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحب خلال اللقاء بزيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر، كما أشاد السيد الرئيس بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان. من جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني رسوخ الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، واتفق الجانبان في هذا الصدد على مواصلة التنسيق المكثف لمواجهة مختلف التحديات المشتركة بما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام وأمن واستقرار. تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات موقف انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنظومة البرامج والتطبيقات الإلكترونية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء اليوم يستهدف متابعة موقف انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، وخاصة ما يتعلق بتطبيق وتنفيذ منظومة العمل بالجهات الحكومية المنتقلة وما تتضمنه من برامج وتطبيقات إلكترونية. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم لمتابعة مخططات المنطقة الاستثمارية بأبو رواج بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. وشارك في الاجتماع من خلال تقنية الفيديو كونفرنس وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة مخططات المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة، موضحا أن هناك الكثير من الطلبات بشأن استكمال لمشروعات التنمية بتلك المنطقة المتميزة. ووجه رئيس الوزراء بالتوسع في الأنشطة الفندقية بهذه المنطقة نظرا لقربها من منطقة الأهرامات والمتحف الكبير وموقعها المتميز. نظمت قيادة الجيش الثالث الميداني زيارات لأبناء وسط وجنوب سيناء لعدد من المزارات التاريخية والمنشآت التعليمية والمشروعات التنموية بهدف زيادة وعيهم المعرفي بما تمتلكه مصر من تاريخ وريادة في مختلف المجالات. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم روح الولاء والانتماء لدى أبناء المجتمع المصري وتعميق أواصر ارتباطهم بالقوات المسلحة.